تعالوا نشوف تشيز كيك التمر الاقتصاديه جدا موفره بكميه جبنه قليله. عندي لتر من اللبن الحليب، احنا نشيل الزيت ده ملوش اي موقع من الاعراب. عندي لتر من اللبن الحليب يعني 4 كوبايات. عندي 4 معالق كبار من النشا، ربع معلقه صغيره حبهان، حبهان مع التمر انسوا ميكس خيالي. عندي كوبايه تمر منقوع في ميه مغليه ومهروس اهو، تمام، اي نوع تمر. معلقه كبيره فانيليا سايله او نص معلقه صغيره فانيليا باودر، وكوبايه بسكوت مطحون، ربع كوبايه زبده. البسكوت والزبده دول للارضيه بتاعه التشيز كيك. معلقه صغيره قرفه، تمام، يعني بصوا حتى المقادير بسيطه ما فيهاش اي حاجه تخضكوا انها تبقى مكلفه. عندي للتزيين بقى بلح انصاف اللي هو المجدول او المجدول ايا كان، وشويه صوص كراميل وفستق مجروش، بس ما عنديش اي حاجه تانية. مقاديرها بسيطه، وتحسوا ان الموضوع طلع من مهلبيه او تشيز كيك يعني مكلفه لحاجه واخده طابع عربي. التمر مع الحبهان اللي هو الهيل والقرفه والفانيليا، كل ده عندي هيعمل في الاخر ميكس مش قادره اوصف لكم قد ايه بتطلع حلوه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. اول حاجه عندي ايه؟ عندي لتر من اللبن الحليب، عندي جبنه كريمي، نجيب بس معلقه اي نوع جبنه، يعني في الجبنه اللي هي المعلبه دي يمكن سعرها بيبقى عالي شويه، فممكن استبدلها باي نوع جبنه كريمي سايبه اللي هي بالكيلو من اي سوبر ماركت، هتلاقوها في قسم الاجبان بالكيلو، الكيلو بتاعها مش غالي خالص، فتقدروا برضو ان انتوا تستخدموها. وعندي النشا 4 معالق كبار مليانين، وادي القرفه. القرفه مع التمر عاملين زي الملح والفلفل كده في الحلويات، بتبقى طعمها حلو جدا. وشويه حبهان مش كتير عشان ما يمررش، والفانيليا. هقلب كل ده مع بعض الاول على البارد، وبعد كده ارفعه على النار. مش عندي الريحه بقى، يعني والله ما شكر في الوصفه، بس الريحه يعني هتخطف قلوبكم وانتم بتعملوها. الحبهان مع القرفه مع الجبنه الكريمي و100 جرام جبنه، يعني انا عشان اعمل تشيز كيك هقول كده يعني ايه يا مسهل هستخدم 400 جرام مش اقل من كده. فاحنا عاملين زي فكره البودنج او يعني حاله كده بسيط، بس حاطين فيه جبنه، فنقلنا الموضوع للتشيز كيك، حاطين بسكوت وزبده، فالموضوع من الاخر هيبقى ميكس حلو قوي. باخد الكلام الحلو ده عندي وبرفعه على النار لحد ما يبتدي يربط، مش بحط التمر دلوقتي، بحطه في الاخر. طيب وانا شغاله لقيت ان الخليط لا خفيف بزياده، طبعا هي لما بتقعد في الثلاجه بتتقل، يعني هي حاجه فيها نشا او دقيق ففي ماده ربط، فكل ما بتبرد كل ما بتتقل عندي. انا عايزاه في الاخر ما اقطعش قطعه، انا عايزه احس الموضوع كريمي كده وناعم، يعني اخد معلقه تنزل على طول وراها المعلقه الثانيه فلاقي حاجه كريميه وناعمه وساقعه. خلاص انا مش عايزه حاجه ثانيه بقى بعد الفطار غير شويه تشيز كيك اقتصادي كده تبقى حلوه قوي. يلا بينا نعمل البسكوت وناخد فاصل سريع. لتر لبن فمحتاج شويه وقت ان هو يبتدي يسخن. تعالوا نشوف هعمل خطوه سريع. انا عندي البسكوت، مش هنوسخ بوله تانيه بقى اهو. طيب بسكوت والزبده، اي نوع بسكوت موجود عندكم، بسكوت شاي او بسكوت بزبده المتاح عندكم استخدموه. ممكن اعملها بالكيك، يعني ممكن اخلي الطبقه اللي تحت دي او القاعده بتاعتي كيك برضو هتبقى جميله. بضيف انا بقى حاجه، ممكن احط شويه سكر بني، الله بيخلي بقى الموضوع خطير. احط شويه ميه صغيرين، الميه دي بتساعد ان البسكوت مهما قعد في الثلاجه يفضل فيه نسبه رطوبه، فتلاقي ان مهما قعدت البسكوت مش بيقطم، يعني تلاقي ان البسكوت طري جدا. فشويه الميه الصغيرين دول بصوا قد ايه، هنقول مثلا على المقدار ده معلقتين من الميه، مع هي حاجه بسيطه لكن بتفرق. انا هعملها في بوله او في كاس بتاع الترايفل، تقدروا تعملوها في اي حاجه كاسات صغيره، بس انا بحب الشكل ده قوي، يعني بحس ان هو شيك جدا في التقديم.
وقت عندك ضيوف عندك عزوم بيبقى شكله حلو قوي. بنزل بالبسكوت وبضغط كويس جدا جدا لحد ما يتماسك عندي ويبقى عامل طبقة. ممكن نحط بقى شوية تمر هنا، يعني لو حابين كمان تحط شوية تمر هيبقى لطيف جدا. بصوا عندي القوام كريمي ازاي وناعم وخطير، تتاكل بالمعلقة. هعمل ايه بقى في المرحلة دي؟ هديت النار خالص وبنزل بالتمر اللي قلنا عليه، واقدر ان انا اضربه بالهاند بلندر او اقدر ان انا اسيبه كده، بس انا عن نفسي عايزة اضربه. ليه؟ عشان في ولاد كتير ما بتاكلش التمر، فانا لما احطه وسط الوصفة دي اداريه يعني لان هو مش موجود خلاص هياكلوها وهيحبوها جدا جدا جدا. مش هوصف لكم طعمها لما بتبرد بتبقى وهميه. هضرب بقى، ما عنديش هاند بلندر، هضرب بالخلاط بس استنى الخليط يهدى شويه. بصوا بقى اللون هيحلو ازاي من التمر. بس كده القوام حلو جدا جدا. هناخد ايه بقى؟ خلاص انا عندي حطيت البسكوت اللي هو القاعده بتاعت التشيز كيك وضغطته كويس جدا. معلومه بسيطه، لو نقدر ان احنا ندخله الفريزر 10 دقائق او 7 دقائق كده لحد ما الخليط بتاعي يتقل على النار هيبقى افضل، عشان لما اجي اصب الخليط وهو سخن ما بقاش قلقانه ان البسكوت يروح ويجي معايا. انا هصب تدريجيا، لو البسكوت بارد انا همسك الحله وانقلها على طول الناحيه الثانيه، لكن انا بقول لكم عشان تبقوا كل حاجه فاهمين خطواتها معايا. ناخد كده. دي بقى لما بتسقع يعني جميله بصوره مش طبيعيه. شايفين انا بنزل شويه بشويه عشان البسكوت عندي لسه مش متماسك قوي، فعشان الطبقه بتاعتي بتاعت البسكوت ما تسحش على التشيز كيك او البودنج اللي احنا عاملينه. ما تقلوش القوام عن كده عشان لما نيجي ناكلها في الاخر تبقى كريمي، ما احسش ان هي ماسكه قوي وقاسيه، لا انا عايزاها تفضل ناعمه بنفس الشكل ده. نسيبها تبرد بره تماما وبعد كده بدخلها التلاجة او الفريزر لو مستعجلة تبقى عندي زي الفل. اهو شايفين شكلها، الريحة مش قادرة اوصف لكم ازاي حلو. تعالوا بقى ناخدها كده هناك. طبعا يفضل ان احنا نزينها، انا همشي معاها واحدة واحدة اهو، نزينها بعد ما تبرد تماما، يعني ما تكونش عندي سخنة خالص لازم تبرد، فناخد بالنا برضو من الحاجات البسيطة دي. بزينها بقى بشويه فستق لو عندي، اي مكسرات موجوده، لو حتى جوز هند، تمر، انصاف، براحتكم خالص هتبقى برده حلوه. والله حتى لو ما تزينتش هتفضل حلوه برده.